السلام عليكم. هسه مثل ما تعلمنا بالفيديو الماضي عن طريقة الفورس ميثود للبيم هس او الفريم، راح نتعلم هسه الفورس ميثود للتراس. ما في اختلاف بينهم، المبدأ الأساسي نفسه، بس هون الفريم التراس مشكلة بالديترمنسي. ممكن تكون ديترمنسي ناتج عن لود، ممكن تكون ديترمنسي ناتج عن ممبر. بالتالي إذا الديترمنسي الانديترمنسي ناتج عن لود فبدي أشيل رياكشن، أما إذا الانديترمنسي شايل عن ممبر فبدي أشيل ممبر. فهذا بدي أشرحه هسه، بيجي زي سؤال بالامتحان بتكرر كل فصل، بيجي بحكي لك شو لازم اشيل بهذا السبورت بهذا التراس. بقول لك قبل ما نبدا بالطريقه لازم اوجد ديجري اوف ديترمنسي. هسه الديجري اوف ديترمنسي بالتراس هي عباره عن التوتال، بيكون نمبر اوف جوينت ضرب 2 ضرب 3، رياكشن عدد الرياكشن، 3 هي التوتال ناقص الرياكشن. ايش متعلمينه اللي فرق معي التوتال، يعني هو فرق معي التوتال. هسه الديجري اوف ديترمنسي بتكون هي الرياكشن زائد عدد الممبر اطرح منها عدد جوينت ضرب 2، اطرح منها جوينت عدد 2. هذا كله مخطينه بالستركتشر 1. الرياكشن بزيد عليها قوه الممبر، هم عدد المجاهيل، وعدد المعادلات هي عدد الجوينت ضرب 2 اللي هي اف اكس واف 1. فبالتالي اذا كان ديتيرمنت 0، اما اذا كان انديتيرمنت هسه بكون في عندي انديتيرمنت ناتج عن قوه وسبورت بسموه اكسترنال، عندي انترنال. طيب كيف بدي اعرف اذا هذا انترنال او اكسترنال؟ ببساطه بشوف عندي التراس معادلات الاتزان اقل من عدد الرياكشن. الرياكشن يعني هو عباره عن اربع رياكشن مثلا، بالتالي هو اكسترنال، يعني بدي اشيل قوه سبورت. اذا كان عندي عدد الرياكشن مثلا ثلاث بالتالي زيرو، بالتالي العطل من الممبر، العطل من الممبر. فهسه راح نحل سؤالين على هذا الشيء. عندي هذا التراس، في عندي انا بن وبن، فعندي التوتال 8 لانه عدد الجوينت 8 وعدد الرياكشن 4، ف 8 ناقص 4 4 الفري ما ليش فيها. هسه كم ممبر عندي؟ عندي 5 ممبر، عندي 4 رياكشن، المجاهيل 9. هون هم كم؟ جوينت 2 4، ف 4 في 2 8، ف 9 ناقص 8 1. هذا انديتيرمنت فيرست اوردر. طب هل هو اكسترنال ولا انترنال؟ هسه هذا راح يكون اكسترنال لانه عندي 4 رياكشن، انا المفروض عندي 3 رياكشن، فبالتالي 4 ار ناقص 3 فهو 1 اكسترنال. فهذا انديتيرمنت فيرست اوردر الو اكسترنال. كانوا اكسترنال تروح بتطبق الآلي بتحكي ريليز 1 فورس 1 رياكشن. فهذا السؤال دائما بيجي بالامتحان، بيجي بقول لك شو تشيل. انه اكسترنال لازم اشيل رياكشن مثل البيم واطبق الفيرتشوال وورك. طبعا بتشيل ده كله، طبق الفيرتشوال وورك للتراس. ارجع نكرر، عندي انا رياكشن اكبر من 3 فهو اكسترنال، اذا كان الرياكشن بيساوي 3 فهو انترنال. بس ممكن يكون سكند اوردر، يكون واحد انترنال وواحد اكسترنال، فبتشيل ممبر وتشيل قوه. بيجيك سؤال هسه راح نحل سنه واحد يعني مع بعض. بس هون ريليز 1 فورس، شو الفورس اللي بدي اشيلها؟ مثلا بدي اشيل كيو 1 اللي هو الرياكشن الافقي، عادي حر انا بدي اشيل اللي بدي اياه. فنفس الفكره، ديفليكشن ناتج من هون 0 يساوي الديفليكشن ناتج من هون زائد الديفليكشن ناتج من هون، وهي 1 كيلو نيوتن. طبق نفس المعادله دي 1 0 اف 1 كيو 1 نفس الطريقه، مش مختلف يعني، هاي الكومباتيبلتي ايكويشن نفس البيم نفس البيم. فبالتالي دي 1 0 هي عباره عن مجموع الان كابيتال في الان سمول، الزيرو بتعطيني ان كابيتال والواحد بتعطيني ان سمول، يعني ان سمول يعني الريدندنت الاول هو اللي من الريدندنت الاول. اف 1 هي القوه اللي بالريدندنت الاول بربعها وبضربها بالطول، هو قانون ديفليكشن هذا. فبالتالي بدي احل السؤال هذا، السؤال بدي اوجد عدد التراس بالممبر، فاعد القوه بالممبر. فبلاحظ انه عندي هاي سميت القوه ان 3 ان 4 ان 2 5 ان 6 وكذا، فبوجد الرياكشن بطلع القوه وبحطها بجدول. هاي الان كابيتال، الان سمول، الان سمول بتحله. طبعا هذا زيرو فورس ممبر وهذا زيرو فورس ممبر، فبالتالي انا ما عندي غير قوه رياكشن واحد، قوه رياكشن واحد اللي هو قوه ممبر واحد هو ان واحد، ان واحد هو بدي اوجد قوه قوة الهاي، بتطلع واحد تنشن، بتطلع واحد تنشن، باقي صفر. فبالتالي كابيتال في ان سمول في ال بتعطيني دي 1 0، وان سمول ان 1 سمول في ان سمول في ال بتعطيني ايش؟ الاف 1 1 لانه ناتج عن 1 كيلو نيوتن. فهاي الان كابيتال ان سمول في ال كلهم صفار، الان سمول في ان سمول في ال طلع معي هيك التنشن بتعوض موجب الكومبريشن سالب. بتلاحظ انه Q1 بتساوي 0، هذا انه Q1 بتساوي 0. طيب ليش؟ ليش؟ ما عندي قوة رياكشن افقية، ببساطة ما عندي قوة رياكشن افقية،
شنو؟ هسه هذا صار هيك، وهذا صار هيك، وهي راحت، بالتالي هذا هيك وهذا هيك. خذ المومنت هون هاي، خذ سيجما فوق هاي، وال15 هاي تصير 15 هيك. بس هيك انا وجدت الرياكشن بالممبر، مش دائما صفر بس هون لحسن طلعت صفر. طيب سؤال ثاني، هذا سؤال لاحظ انه عدد الرياكشن زائد الممبر هو 13، عدد الجوينت ضرب 2 12، فهو indeterminate first order. طيب هذا first order من وين؟ internal ولا external؟ هذا من هون عندك reaction reactionين 4، فهذا external external، فبدي اشيل 1 support. انا ايش شلت؟ شلت الرولر اللي هون، نفس المعادله بطبق n capital في n small في l، n small في n small في l، بحل مره هذا التراس وبحل مره هذا التراس. بلاحظ انه هون انا ما عندي غير 1 كيلو نيوتن، فبالتالي هاي صفر صفر، بالتالي هاي صفر. فعندي المنبرات اللي ظلت، عندي المنبر هذا والمنبر هذا متساويات، والمنبر هذا والمنبر هذا متساويات، المنبر هذا والمنبر هذا متساويات، جدهم. اما هون المنبر هذا قيمته سالب 10، وهذا المنبر قيمته 20، جب 20 يعني، هذول صفار وهذا صفر، وهذول بحلهم. القوة الناتجة من الهون ان ان 8 وان 9، ان 8 وان 9 صفار بالمية، و ان 7 ان 6 كم؟ ان 6 المفروض 0 هي 0، وان 7 سالب 10، وان 4 20. هذول على النظر من ال هاي جون ثلاث، هذول بحلهم اوجدت القوة بالمنبر بالمنبر الاصلي. وهسه ال 1 كيلو نيوتن زي ما حكيت، شو اسمه؟ هذا صفر وهذا صفر وهذا صفر. لاحظ انه هون هيهم كلهم صفرت هذلاك، والباقي حليته يدوي. حلو بتوجد رياكشن، بتحل عادي ترس ترس بس على 1 كيلو نيوتن، وبتحل ترس على اساس على 10 و20 ميموري ريدندنت. طلعهم بتحل هاي، ظل هاي الاف الدي 1 0 وهي الاف 1 1 طبق المعادله، فبتطلع كيو 1 5.189. شو كيو 1 انا فرضتها؟ رياكشن اللي هون، فانا لما طلعت الرياكشن اللي هون بقدر اطلع الرياكشن اللي هون، بقدر اطلع هذا وبقدر اطلع هذا، خلص الحل، خلص الحل. طيب انا هيك شلت، فالاسئله اللي بتيجي على الجوينت على هذا الاشي هسه رح نشوفه بالسنوات. هذا التراس عندي انا ثلاث رياكشن، بالتالي نشوف عدد الديتيرمنسي فيرست اوردر، فاذا الثلاث رياكشن عندي معناته انديتيرمنت انترنال، determinant internal، فانا بدي اشيل منبر. بس لما اشيل منبر لازم اتاكد انه stable or unstable، قانون الاستابيليتي بالستركتشر 1، راح اسوي ريليز 1 منبر، بدي اقطع منبر، بدي اشيل منبر، فهون قال لي الدكتور شيل هذا شيل هذا. بس لما شلت هذا بنشيل هذا وما عندي اي قوه خارجيه بالريدندنت، ما عندي اي قوه خارجيه، بس بتصير هاي 1 كيلو نيوتن وهي 1 كيلو نيوتن، اما ما في عندي اي قوه خارجيه. فبدي تعرف شغله واحده دائما بالانترنال، لما اشيل منبر تبدل بقوة 1 كيلو نيوتن، ودائما ما راح يكون له رياكشن. ليش ما له رياكشن؟ لما تحكي عندك هيك اثنين متساويات بالمقدار 1 كيلو نيوتن و1 كيلو نيوتن وبمروا بنفس النقطة، فبالتالي عبارة عن كابل مومنت، فعليا كابل مومنت، فبيعملوا لي زيرو، فما عندي اي قوة. اذا بدي اوجد القوة اللي على اكس، طب ما هي هاي راح تلقي هاي، ولو بدي اوجد القوة على واي هاي راح تلغي هاي، فبالتالي انا ما بكون عندي رياكشن، عندي بس قوة بالمنبر. هون حليت، هون القوة بالمنبر، لاحظ دائما رياكشن زيرو، فرياكشن زيرو، فبالتالي هذول صفار، ما هذول صفار، هذول بوجدهم عادي على الجوينت ميثود، بوجدهم عادي، بعدين بطبق هذا المنبر، بعدين شو بتصير عندي المعادلات؟ انا عندي وجد قوة منبر بسميها P5، قلت انا المنبر اللي قطعته منبر 5 بسميها P5، وهم بوجد ديفليكشن ناتج عن 5 5 N 5 5، هون D 5 0 و N كابيتال 5 0. 5 يعني الديفليكشن ناتج عن المنبر الخامس، وال 0 يعني برايمري، فبتحل بتطلع معي قوة هذا 10 بوينت تنشن. بس هذا التراس في عليه سكند اوردر، وفي عندي كمان external، فبالتالي واحد external، فبالتالي إذا هو second order وعندي واحد external فعندي واحد internal، فأنا لازم أشيل واحد member وأشيل واحد reaction.
السؤال بيجي بالامتحان كثير. واحد اكسترنال واحد انترنال، لازم احدد قوة رياكشن وقوة ممبر. فهنا ريليز one فورس اند one ممبر، كثير بيجي عليه اسئلة واسرع نشوف السنوات. لاحظ انه البرايمري عندي ايش؟ عبارة عن قوة الرياكشن هاي اللي انا شلتها، والممبر هذا شلته. طيب الريدندنت الاول عندي كيو 1 زي ما هي، وعندي الممبر مشيول، الممبر خلاص مش موجود. 9 اللي هو الناتج عن القطع الممبر عندي كيو. بس في شغلة بدي تعرفها، تعبي الجدول هذا دائما الممبر اللي قطعته بالان كابيتال بتسميه 0، الممبر اللي قطعته بالان 5 بتسميه 1 دائما. يعني انا قطعت ممبر 5 فالان كابيتال 0 الان 5 له قيمته. يعني هون فرش هون ما فيش جدول، انا طلعت لك الجواب بس توقع الجواب مش صحيح اللي هون، يعني لا تفكر مش صح، حلو على برنامج وتأكد. بتشوف شو المعادلة، D1 0 F1 1 F1 9 D9 0 9 1 9 9 D1 0 هي N capital في N 1 في L في A A طبعا. F1 1 هي N1 في N1. F1 9 موجود detection ناتج عن member هذا المبارات اللي هون، تضربه في القوة الممبر الناتج من الجزء الثاني، هذا بده يكون N capital في N9، هذا نفسه هذا، وهاي N9 N9، يعني كل ممبر بتربع. بس أنا سنحل أسئلة سنوات هيك المادة انتهت، يعني الطريقة انتهت. هذا السؤال لك for the truss كذا، بقول لي شو القوة اللي بدك تشيلها. طيب في ناس السؤال دائما بيجي، في عندي هنج وهنج، عندي أربعة رياكشن، فبالتالي شو عندي؟ في عندي واحد إكسترنال، تمام، بس بدي أشوف إذا في عندي إنترنال ولا لا. خلنا أوجد بشكل عام، كم جوينت عندي؟ عندي أربعة جوينت، فأربعة ضرب اثنين تساوي ثمانية. طيب عندي أربعة رياكشن، زائد كم ممبر عندي؟ عندي خمسة ممبر تساوي تسعة، ناقص واحد واحد، هو بس واحد إكسترنال، لأنه عندي واحد وعندي واحد إكسترنال، فأنا بدي أشيل بس one force. شوف الخيارات، please two force لا. Release two force لا. Release two force لا. Release two force لا. Release one force. الجواب هو هاي. Release one force. السؤال بقول لي truss كذا كذا كذا، بقول لك أوجد R1 يعني أوجد القوة الأثنين عن joint 2. طيب هل بشوف إذا هو indeterminate first order ولا لا؟ هسا أول إشي عندي أربعة reaction، فعندي أنا واحد external. خلنا نشوف إذا عندي internal ولا لا. أربعة joint ثمانية. عندي خمسة member. خمسة ممبر وأربعة رياكشن تسعة، واحد واحد إكسترنال جواب، فأنا بدي أشيل قوة رياكشن. هذا السؤال زي اللي حليته أنا أول إشي، يعني زي هذا، بس هذا الممبر هيك، هذا الممبر هيك عادي. هذا بدي أحله، شو بدي أعمل؟ خلنا نحله مع بعض بالتفصيل سريع يعني إن شاء الله. بصور بس بصور. بدي أرسم التراس اللي برايمري. برايمري شو بعمل فيه انا؟ شو خلينا نرسم الترس بشكل مرتب. البرايمري بشيل القوة الزيادة، القوة الزيادة عبارة عن رياكشن. شفت القوة الافقية، لانه هو اصلا طالب قوة افقية وان اوردر، فانا ليش اوجد وارجع اعيد؟ ففي عندي اثنين، عندي واحد. طيب أول شغلة بوجد الرياكشن وكذا. طيب الـ redundant truss نفس الـ truss، شو بعمل؟ بحط الـ Q اللي أنا شلتها بس 1 كيلو نيوتن أو بسميها Q1 وبحل. فإيش بعمل؟ عندي طبعا بن، عندي رولر، بدي أحلهم. طبعا كيف بدي أحلهم؟ بدي أحلهم يدوي هسا قدامكم؟ لا. فشو بدي أعمل؟ بتحلها على البرنامج سريع يعني إن شاء الله. ثلاثة أربعة الأطوال، إياها الثلاثة، الثلاثة عمودية. شكل المنبر، شكل المنبر هيك. في عندي الرياكشن، عندي اثنين لتحت. سبورت عندي بن، عندي هنا رولر، عندي ترس هذا، بحط كل المنبرات ترس،
هذا انت بتحله يدوي، بس انا يعني ما بقدرش. جت الرياكشن، واجد القوة بالمنبر، هاي القوة بالمنبر. فانا لما اعمل جدول كابيتال كابيتال، يلا اسماء المنبرات، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. منبر واحد قيمته واحد تنشن، منبر اثنين قيمته 75 تنشن، بوينت 57 قصدي، منبر ثلاث سالب واحد ربع كومبريشن، منبر أربعة سالب اثنين، والمنبر خمسة قيمته واحد تنشن. طبعا أنا أقدر أخلي هذا بن وأوجد القوة مباشرة، يعني ها لو خليت هاي بن، يعني شوفوا السؤال، يعني أنا حطيت هاي بن أو بوجد R1 مباشرة. بس أنا أقول لكم كيف حليته، أعلمكم كيف تحله. R1 تكون نفس الترس، تشيل اللودات بعمل، بحط لوت 1 كيلو نيوتن بس وين؟ هون. مكان ما حسبت فليكشن، حطيت القوة بالمنبر، لقيت بس المنبر واحد هو قيمته واحد. شو بعمل؟ باقي صفار، باقي صفار، تمام. هسا أوجد ان كابيتال في ان 1 في ال، أوجد ان 1 في ان 1 في ال. يلا ان كابيتال، فهسا الباقي صفار مباشرة، هاي في هاي زيرو، هاي في هاي زيرو، وهذول كلهم صفار. بالتالي شو ظل عندي؟ ظل عندي هاي القيمة اللي هون، واحد واحد في ألف، منبر واحد كم طوله؟ طوله أربعة، واحد في واحد في أربعة أربعة، بعدين واحد في واحد في أربعة برضه أربعة. فشو بصير عندي؟ زيرو بدها تساوي ون زيرو أربعة زائد أربعة كيو ون تساوي زيرو، الكيو ون بدها تساوي سالب واحد. ون بتساوي سالب واحد، يعني واحد لليسار واحد تلفت، يعني واحد تلفت. بالتأكيد بالتأكيد تعمل هذا السبورت، هاي حليته يدوي، قلت لكم كيف حليته، خليه بن هذا اللود بشيله، بحط اللودات اللي كانت بالأصل. كانت اللودات واحد هون، بيطلع عندي واحد لليسار زي ما حكيت. اخت الحل انه بتشوف شو اللي بدك تشيله بتحل. انا الاسئله كيف تجي بالامتحان كنماذج او للطلاب، يعني بغير الواحد والاثنين، بغير الاطوال، بغير كذا، فانت ترجع له ما بتفرق معك ايش كثير. لاحظ كيف حليت الاسئله، حليت السؤال يدوي، انا اوجدت القوة بالمنبر الاصلي والمنبر العادي. بس لو تحله يدوي على رياكشن وجوينت ميثود وكذا باخذ منك 10 دقائق، على برنامج زي هيك باخذ منك 5 دقائق. صار ترس بدك اوجد الهوريزونتال ديفليكشن عند الجوينت بي، وين الجوينت بي؟ هيو اوجد الديفليكشن هون. هسه هذا الترس شوف هل هو ديترمنت ولا انديترمنت. هذا المنبر كم؟ واحد اثنين ثلاث اربعة، اربعة منبر. عدد الجوينت واحد اثنين ثلاث اربعة، اربعة. عدد الرياكشن كم؟ ثلاث، يعني سبعة. عدد المجاهيل كم؟ تساوي سبعة. طيب عدد عدد شو اسمهم هذول معادلات؟ ثمانية. عدد المعادلات تقلنا عدد المجاهيل، فهو هذا ايش؟ هذا انستيبل، بس مش عارف كيف محلول. يعني عدد المنبر كم؟ واحد اثنين شوي، واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة، خمسة زائد ثلاث ثمانية، عدد الجوينت ثمانية. فهذا ديتيرمنت، هذا بس بدي انا اوجد ديفليكشن، هو ديتيرمنت لاوجد ديفليكشن. هذا بقدر احله على الفيرست ميثود، بقدر احله على الستيفنس ميثود. ما بدي احله على الفيرست ميثود، ايش فيرست ميثود؟ ديفليكشن عادي يعني زي الستركتشر 1. فانا اوجد القوه بالمنبر هذا عادي، يعني هذا برايمري بعتبره. اوجد القوه منبر وين؟ احط 1 كيلو نيوتن، حلو.
حلو، بطلع الان كابيتال والان سمول وان ون سمول، يعني بطلع الان كابيتال والان سمول بحله وبطلع مع الجواب. فهذا بحله على البرنامج ان شاء الله، برنامج ثاني راح تلاقوه بالستيفنس ميثود ان شاء الله. ويا بحله فيرتشوال ورك عادي، اعتبر انه هذا هو البرايمري الريزنتال زي كان بوجود دي 1 0 مثلا، او حلو على ستيفنس ميثود بس ناخذها ان شاء الله. السؤال اوجد الرياكشن عن جوينت ثلاث، بده الرياكشن هون. انا ايش بعمل لما بدي اوجد رياكشن؟ لاحظ انه هذا فيكست وهذا رولر، فبالتالي شو بدي اعمل؟ بدي اشيل 1 فورس. شو ال 1 فورس اللي بدي اشيلها؟ بدي اشيل اللي هون، فهاي كيو 1. يلا المعادله بدها تكون اول شيء 0 بتساوي كيو 1 0 زائد اف 1 1 اف 1 1 كيو 1. تمام، كيو 1 0 بدي اقطع مره هون، اقطع مره هون. القطع الاولاني عندي ولا لود انا، صح؟ زيرو. معادلة المومنت الاولى الام كابيتال الاولى زيرو. طب الام كابيتال الثانية كم بدها تساوي؟ انا بدي اقطع زي هيك، فعندي هون لود هو 8. والمومنت هيك عندي شكله، عندي هاي المسافة اكس، بالتالي تساوي سالب 8 في x في x 2 سالب 4 x تربيع. معادلة المومنت بيم الأصلي، معادلة المومنت بالبيم الأصلي برايمر يعني. هسا بالواحد كيلو نيوتن بيم عندي هيك شكله بالريدندنت يعني. المعادلة الأولى 0 يعني M1 0، M1 الثانية بتكون عبارة عن واحد في x يعني x، يعني هاي أنا قطعت هاي كنت واحد والمسافة x واحد في x. بالتالي نشوف كيف بحل ثواني السؤال. بالتالي بصير عندك التالي تكامل الزيرو، الزيرو مع زيرو بروح مع بعض، بضل عندي ايش؟ تكامل سالب 4 اكس تربيع اكس من صفر. الطول هذا كم الطول هذا؟ طول 6 على اي اي هاي شيء هاي دي 1 0 خليها هيك خلص دي 1 زائد اف 1 1 او اف 1 1 هي اكس في اكس يعني تكامل من 0 ل 6 اكس تربيع دي اكس اي اي. بالتالي في كيو 1 فبطلع قيمه كيو 1، خلينا نطلع قيمه كيو 1 هون، تكامل سالب 4 اكس ضرب اكس اكس تربيع ضرب اكس من 0 ل 6 زائد تكامل x تربيع من 0 ل 6 ضرب x، تطلع مع قيمة ال q هلا قلت لي حاسبه تكامل سالب 4 x تربيع ضرب x، هذا سالب 1260. الثاني 72 Q1 تساوي 1269 تقسيم 72 تطلع معي 18، تطلع معي 18 لوين؟ لليسار. 18 ليفت موجودة مش موجود تو رايت، فالدكتورة توقع طبعا فهي بدك تحطها نان يعني. ها خلينا نجرب احله بالله بطلع 18 ولا لا. البرنامج مرة ثانية أطوال 6 ب 5 عندي لود مختار 8 زائد 90، عندي فيكست، عندي فيرتيكال رول. انتبه رياكشن عندي 18 لليسار، شايفين زي ما حليته، بس هو ايش طالب مني اصلا؟ انتبه طالب رياكشن جوينت 3 18 لليسار، بتلاحظ انه مش موجوده، فالدكتور ممكن مخربط، ما فيش 18 رايت 18 ليفت، كانوا قصدوا 9 بس مخربط بالخيارات او 36 ما فيش 18 ليفت الجواب بس ما فيش، فبتحطوا نان يعني. هو مش لازم تحطوا نان بس خلاص، وبتحط الجواب الوحيد هو الليفت هو التسعة. تمام، فشفتوا كيف حليته انا؟ شوف كيف حليته،
بس بالطريقة هاي قطعت البرايمري، قطعت البرايمري لقيت انه ما عندي غير معادلة واحدة، ردندت نفس الاشي. السؤال طالب السلوب هون فيرتشوال وورك عادي، قطع مرة قطع مرتين، قطع الاول زيرو والقطع الثاني بيعطيني القيمة. كم القيمة هاي؟ كيف بدي اوجدها؟ بكل بساطة كالتالي، المعادلة الثانية راح تكون عندي هيك 2 كيلو نيوتن، إذا عندي هاي X عندي هاي 3، بالتالي هاي X ناقص 3 المومنت. المومنت بيساوي عندي سالب 2 X ناقص 3 يعني 6 ناقص 2 X. طب معادلة الـ Virtual Work بحط 1 كيلو نيوتن نفس الطريقة، وتكون عندي معادلة المومنت هي عبارة عن 3 ناقص X. فشو بعمل أنا؟ هي M small و M small. هلا أنا ما بحط load، أنا بدي سلوب، ما بدي سلوب، بدي سلوب بحط مومنت. مثلا بحط مومنت هيك، المومنت مالها مع عقارب الساعة، مقدار 1. فالام الام سمول تساوي كم؟ هاي مع عقارب الساعة، فهي عكس عقارب الساعة، فبالتالي 1. فبحط كامل المعادلتين، بضرب هاي في هاي، بس من صفر، لا المعادلة الثانية من كم؟ من 3 ل 6، 6 ناقص 2 x ضرب 1، من 3 ل 6 بيطلع مع الجواب سالب 9. سالب 9 هسه انا فرضت مع عقارب الساعة فسالب، فهو كاونتر كلوك وايز، فالجواب 9 كاونتر كلوك وايز. شوف كيف حليته. طالب انا سلوب، فبحط مومنت كان ما بدي السلوب، جد معادلة المومنت من السلوب تطلع معي 1، معادلة المومنت من البيم الاصلي تطلع معي 6 ناقص 2 اكس. هسه انا فرض الاكس هون، هاي الاكس كاملة كاملة، الاكس كاملة، الاكس هون المعادلة هاي 0 ل 3، وهي المعادلة كون الاورجن عندي هون فهي من 3 ل 6، لو الاورجن عندي هون من 0 ل 3 تغير معي اصلا المعادلة هاي. ننتبه هنا وين ماخذين الاورجن. البيم لك اوجد الفورس بالمنبر 6، لاحظ انه عندك بين عندك رولر، صح ولا لا؟ هتقول لي صح. فبالتالي كونه هيك تلاقي هذا، بدي اشوف كم عدد الجوينت، فالمعادلات 8. طبعا كم عدد المنبر والرياكشن؟ عندي 6 منبر و3 رياكشن 9، او انديترمنت فيرست اوردر انترنالي. فانا بدي اشيل قوه بالمنبر، لو شلت هاي عندي التراس شكله هيك، فهل هذا ستيبل؟ ما اتوقع. فانا مبدئيا بشيل المنبر، بشيل هذا المنبر وبحل. طبعا بحل كمعادلتين، كيف يعني؟ كيف الحل بده يكون؟ يا برسم الترز زي ما هو على البرنامج وطلع الجواب مثلا هيك. هسا ليش بدي بدي اخطا؟ ما بفرقش معي شو بدي اخطا. هذا البرايمري بسميه هاي، اعتبرها مش موجوده اصلا، اعتبرها مش موجوده. هاي البن، هاي الرولر، وهي الاربعه، وهي السته، بزيد عليها التراس اللي نفس الشكل، بس شو بعمل؟ بحط هون 1 كيلو نيوتن 1 كيلو نيوتن. فشو بعمل؟ هذا خان، ولكنه موجود، بوجد القوة بالمنبرات هذول، بوجد القوة بالمنبرات هذول، شو بصير عندي؟ بوجد القوة بالمنبر هذا، بعدين لما أخذ joint method هون مع القوة بالمنبر هذا sigma of y بطلع القوة بالمنبر. القوة بالمنبرات هذول بقدر أوجدهم، والقوة بالمنبرات هون بقدر أوجدهم. معادلة الديفليكشن، طبعا بدي أوجد reaction، أوجد ديفليكشن N6 في L زائد 6 في N6 في R. هونك هون ايش القوة؟ بي مش N6، شو المنبر اللي شلته؟ 4 في ايش؟ في P4
تساوي 0. B4 هي قوب المنبر الرابع. لما جبت قوب المنبر الرابع اضرب جيد اجيب القوب المنبر السادس، بعمل زي هيك احكي هاي 6 هاي 4 هاي B6 وهاي القوة اللي انا طلعتها من ال force method وهاي الزاوية ثيتا ف N4 sin ثيتا زائد 6 زائد N6 تساوي 0. طلع معي N6 اشي compression، طلعها هاي القيمة. هذا السؤال نسمح كده بشوي. السؤال توجد الرياكشن بالجوينت واحد زي المثال بالدوسية، شيل هذا نفس بالدوسية مش روح بالهاي. السؤال ايش طالب مني؟ اوجد السلوب عند A، اقطع بس مرة واحدة، اقطع مرتين، مرة هون ومرة هون. ها شوف كيف القطع الأول من ال A للصفر، والقطع الثاني هذا القطع الأول زي هيك. المعادلة الأولى M بتساوي سالب 3X وهي صالحة من 0 4. المعادلة الثانية بدها تكون برضه سالب 3x راح تكون صالحة من 4. تمام. معادلة الفيرتشوال بيم راح تكون عندي، انا وانت اوجد السلوب بدي اوجد عندي الاي، فانا بيم الفيرتشوال بيكون عندي شكله زي هيك. بس لما اقطع المرة الاولى 0 المعادلة هاي زي كانها موجودة. المعادلة الثانية راح تكون عندي سابق للطمع ما اقارب الساعة، فا ام 1 هاي فام 1 بتساوي 1، فالمصالحة من 4 ل 8، فالمعادلة راح تكون من 4 ل 8 في 1 سالب 3x. الأولى ليش ما عملتهاش؟ لأن 3x في 0 في عندي هون معادلة مومنت، فتكامل سالب 3x في 1 من 4 ل 8 بيطلع معي الناتج سالب 72. سالب 72 أنا فارض مع عقارب الساعة، فالجواب عكس عقارب الساعة تطلع معي 72 كاونتر. السؤال حليناه، تغيير أطوال ممكن. المعادلات راح تكون المعادلة الأولى من 0 ل 1 والمعادلة الثانية من 1 ل 5. السؤال نفسه قبل شو حليته. هذا السؤال وجد الرياكشن عند جوينت 2. هسه هذا السؤال وجد الرياكشن عند جوينت 2، يعني شيل الفورس هاي. أنا عندي قطعين، قطع هون قطع هون بالبرايمري وبالريدندنت انت بس 1 كيلو نيوتن، بقطع مرة هون برضه مرة هون. حلو، مش غريب السؤال يعني، ما طلعش ولا واحد بالخيارات، انتبه ما راح يطلع معي بالخيارات شيء لأنه غلط من الدكتور. السؤال بقول لك شو القوة بالمنبر 4، حليناه مرة طلبنا بالمنبر 6 ومرة طلب بالمنبر 4. هذه بس هلا حكينا فكرته، بس دي واي بانه بتحط رياكشن. هيك خلصت الفورس ميثود، ان شاء الله انها تكون واضحه. الطريقه سهله، ملخص سريع. كم عندي قوه زياده بشيلهم، بحسب الديفليكشن الناتج عنهم، بحسب الديفليكشن البرايمري ديفليكشن الريدندنت وبس. بضرب المعادله معادله المومنت وبكاملهم. يعطيكم الف عافيه.